اتفرجوا يا جماعه، اتفرجوا عربيه باكتر من مليون جنيه من شركه مرسيدس سي ال 200 راكب فيها انا ومراتي وبنتي بتولع بينا واحنا عدينا في الطريق. يعني طلعت الدخان في الاول، ركنت على جنب، نزلت انا ومراتي بعدنا عنها، العربيه ولعت، العربيه ولعت. اتفرجوا. في الطريق عربيه موديل 2020 مرسيدس سي ال 200 عربيه 8 مليون جنيه بتولع مننا واحنا ماشيين في الطريق واحنا جواها، لو كان تتخيلوا. بصوا يا جماعه اتفرجوا، عربيه مرسيدس، يعني مش ماركه، مش عربيه صيني، عربيه مرسيدس سي ال 200. اتفرجوا اتفرجوا اتفرجوا، شركه مرسيدس يا جماعه، عربيه مرسيدس سي ال 200 بتولع في الطريق، انا ومراتي وبنتي، انا زينب قاعده جنبي وبنتي قاعده جنبي، العربيه تولع بينا واحنا ماشيين في الطريق. اتفرجوا يا جماعه، كوم تراب، كوم تراب، اهي بقت كوم تراب. عربية بأكتر من مليون جنيه كوم تراب من شركة مرسيدس. حول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول الله، لا حول الله، بجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اتفرجوا اتفرجوا يا جماعة، عربية سي ال 200 بمليون جنيه من شركة مرسيدس يحصل فيها كده، هو صاحبها راكب فيها ومراته وبنته. يعني تخيلوا كانت تولع واحنا لسه جواها. الحمد لله لحقنا نفسنا ونزلنا منها قبل ما قبل ما قبل ما تولع كده وقبل ما تنفجر بينا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فوضت أمر ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل كمان مرة، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل والله. اتفرجوا بقى، تخيلوا، يعني الحمد لله احنا ربنا نجدنا، اقسم بالله ربنا كتب لنا عمر جديد. قالوا كانت تولع بينا وانا ومراتي وبنتي جواها. اتفرجوا يا جماعه اتفرجوا، شركة مرسيدس يا جماعة، شركة مرسيدس، عربية مرسيدس تولع في الطريق. اتفرجوا اتفرجوا، حسبي الله ونعم الوكيل. اتفرجوا يا جماعة، فوت أمر ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل. لما عربية لسه جديدة ما مشيتش 10,000 كيلو، لسه جايبها من شركة مرسيدس بأكتر مليون جنيه، يحصل فيها كده وأنا ماشي بيها في الطريق تولع بينا. بعيد اهو، بعيد. اتفرجوا يا جماعه، كفايه العربيه، ارجع بقى ورا ما يحصلكش حاجه عشان ترجع لهم حتى البيت. ايه رايكم؟ لا حول الله يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. شايف على نفسك، ارجع بس ورا كده. المفروض الواحد ولا جايب عربية من تحت بير السلم، ولا عربية مستعملة، عربية جديدة، عربية جديدة ما مشيتش 10,000 كيلو من شركة مرسيدس، عربية جديدة لانج جديدة واخدها من المعرض، جديدة ما مشيتش 10,000 كيلو على بعض، لسه عامل لها أول صيانة من كام يوم، يعني لسه